بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله في منظومته: فضل الصحابة وتفاضلهم ومحبتهم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. فضل باقي العشرة المبشرين بالجنة، وإنهم لا الرهط لا ريب فيهم، على نجوب الفردوس بالنور تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فضل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. فضل باقي العشرة المبشرين بالجنة: إحسان القول في الصحابة رضي الله عنهم وحكم الطعن فيهم. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. فضل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم: وسبطي رسول الله وابني خديجة، وفاطمة ذات النقاء تبحب، وفاطمة ذات النقاء تبحبح. فضل أم المؤمنين عائشة ومعاوية رضي الله عنهما. وعائش أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به ثم امنح. فضل المهاجرين والأنصار، وأنصاره والهاجرون ديارهم، بنصرتهم عن كية النار زحزح. فضل التابعين والأئمة المتبوعين، ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا. ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح. أولئك قوم قد عفى الله عنهم، فأحببهم فإنك تفرح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه الأبيات التي سمعتم من هذه المنظومة السلفية جعلها الناظم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي فضائلهم، وفي حكم محبتهم، وفي حكم من يبغضهم، وفي حكم التابعين لهم ومن تتلمذ على يديهم، وفي حكم أتباع التابعين والذين ساروا على طريقهم. والحديث عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره أهل السنة والجماعة في كتب العقائد، وذلك لأن العقائد وجميع الدين نقل إلينا عن طريق هؤلاء الصحابة، فهم الذين نقلوا لنا القرآن، وهم الذين نقلوا لنا السنة، وهم الذين قام سوق الجهاد على أكتافهم،
ولذلك فإن معرفة مكانة الصحابة ومعرفة فضل الصحابة هو من تعظيم هذا الدين، وإن الطعن الذي جاء من أهل البدع في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو لتشويه هذا الدين ولبيان أن سند الشريعة مطعون فيه، ولذلك لا يطعن في جميع صحابة الرسول أو في أكثرهم إلا زنديق يحصل من يتكلم فيهم وهو لا يريد هدم الشريعة لكنه باجتهاد خاطئ. فمن هؤلاء الخوارج الذين تكلموا في أواخر الصحابة، فهؤلاء ما أرادوا هدم الشريعة وإنما غلوا غلواً كبيراً أخرجهم من الصواب أو أخرجهم عن الصواب، وكذلك سار على طريقتهم المعتزلة. وأما النواصب الذين تخصصوا في بغض أصحاب في بغض آل البيت فهؤلاء مشربهم عصبي سياسي يريدون أن ينصروا فئة على فئة. وأما الروافض فهم الذين مشربهم مشرب زندقي، فهم أرادوا هدم الشريعة وأرادوا إفساد هذا الدين، ولذلك لم يستثنوا من الصحابة إلا القليل. وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاضلون فيما بينهم، فإن المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم نصرة لله ولرسوله فإنهم مقدمون على غيرهم، ثم يتبعهم الأنصار الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وآسوا المهاجرين بأنفسهم وأموالهم، ثم يأتي في الفضل كذلك أهل بدر. فأهل بدر جاء فيهم من الأحاديث ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لهم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم يأتي بعدهم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأيضاً من ذلك الخلفاء الراشدون الأربعة، فإنهم أفضل البشر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل البشر وفضيلتهم مثل ترتيبهم في الخلافة، فإنهم أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي حسب الترتيب في الخلافة، هذه أفضليتهم. وإن كان حصل شيء من الاختلاف بين بعض الصحابة في تقديم علي على عثمان أو تقديم عثمان على علي، لكن الأرجح هو تقديم عثمان لأنه قد قدمه أهل الشورى ووافقهم الصحابة أو جل الصحابة على ذلك، هذا من ناحية الأفضلية. أما الخلافة وثبوت الخلافة لعلي رضي الله عنه كما ثبتت لأصحابه من قبله الثلاثة فهذا أمر يعني متفق عليه بين المسلمين، ولا يخالف في ذلك إلا الروافض أهل البدع الذين يرون أن الخلافة منحصرة في علي ابن أبي طالب ويستدلون بما لا يدل على ذلك. والشيخ صالح لما شرح هذه المنظومة تكلم بكلام سديد في هذا الباب، وذكر الناظم عن أبي بكر وعمر بأنهما وزيرا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنهم كانوا يلازمون له وينصرونه، ومكانتهم كان يفاضل بينهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر الله عز وجل من فضائل
الصحابة في جملة من الأحاديث والآيات، فمن الأحاديث: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وشك الراوي هل قال ذلك ثلاث مرات أو أربع مرات، فإن قالها أربع مرات فمعنى ذلك أن أتباع التابعين يدخلون في هذه القرون المفضلة، والله عز وجل قد مدحهم في كتابه ورضي عنهم. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فإن الله أثنى عليهم ومدحهم بأنهم هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، حصر الصدق فيهم لتحققه فيهم، مما يدل على فضلهم ومكانتهم. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني دار الهجرة وهم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا ثناء على الأنصار ومدح لهم وذكر لصفاتهم الحميدة، وقد أثبت لهم الفلاح فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا دليل على أن الله وقاهم شح أنفسهم فصاروا يتحقق فيهم قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم أثنى على الذين جاءوا من بعدهم فقال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة من المؤمنين إلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا فيه بيان أن الواجب للصحابة رضي الله عنهم الدعاء لهم والاستغفار لهم والاعتراف بسبقهم بالإيمان وسؤال الله أن ينزه قلوبنا من الغل والحقد عليهم والبغض لهم. فهذا فيه الثناء على الصحابة وبيان ما يجب لهم على من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أن أحدا أنفق مثل جبل أحد من الذهب الخالص وتصدق به كله ما بلغ في الأجر والثواب مثل صدقة الصحابي بالمد من الطعام أو نصف المد. فجبل الذهب من غيرهم لا يعادل المد من الطعام منهم، وذلك لفضلهم ومكانتهم، لأن من أسباب مضاعفة الأجر شرف العامل عند الله، وأيضا قلة العاملين، لأنهم في بداية الإسلام يعني مع فقرهم كان نفقتهم نافعة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ثم قال الشيخ: ولا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم في الذكر، ولأنهم تركوا أموالهم وأولادهم وأوطانهم وهاجروا في سبيل الله عز وجل. قال تعالى: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ثم أفضل المهاجرين هم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة،
ثم أهل بدر الذين شهدوا غزوة بدر، ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويدخل معهم عثمان رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع عنه، وكان هو في مكة أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يفاوض في شأن الصلح، ثم بايع عنه ووضع يده على يده وقال وهذه عن عثمان. وأيضا لأن الله قال عز وجل ثم الذين أسلموا قبل فتح مكة أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى. وكلاً يعني الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، والحسنى هي الجنة. فالصحابة لا يلحقهم أحد في الفضل مهما عمل، ولكن حسبه أن يحبهم ويقتدي بهم ويثني عليهم، ولا ينتقص أحدا منهم، ولا يلتمس أخطاءهم، ولا يخوض فيما حصل بينهم بسبب الفتنة التي دخلت عليهم وجرها عليهم الأشرار من غير اختيارهم. فلا يحل لأحد أن يخوض في شأن الصحابة إلا بالثناء والاستغفار لهم والترحم عليهم والاقتداء بهم ومحبتهم، لأن الله يحبهم والرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم، فنحن نحب من يحبه الله ومن يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الدين وصل إلينا عن طريقهم، هذا القرآن وهذه السنة أليست عن طريق الصحابة؟ فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله عز وجل، وهم الذين بلغوا الدين لنا لما تحملوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبلغوه لنا بأمانة. كل حديث تجد فيه عن فلان عن فلان عن صحابي، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين الذي حفظوا لنا سنته وحفظوا لنا القرآن وبلغوه لنا. ثم هم الذين نشروا الإسلام بجهادهم ودعوتهم في المشارق والمغارب، وهم الذين قمعوا المرتدين والمعتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس هم الذين ثبت الله بهم هذا الدين لما أراد أهل الشر استغلال وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرادوا التشكيك في الدين وردة الناس وصرفهم عنه؟ ثبت الله هذا الدين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة أفضلهم وخيرهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفضائلهم كثيرة. هذا يعني طرف بسيط أشار إليه الشيخ وجمعه على الكلام على هذه الأبيات، وذكر لماذا الذين يصنفون في مؤلفات عقيدة أهل السنة والجماعة يذكرون هذا الموضوع في باب العقائد. فقال هذا للرد على الفرق الضالة المعادية للإسلام التي تريد أن تطعن في الإسلام ولم تجد طريقاً أقرب من الطعن في الصحابة، لأنهم هم الذين حملوا هذا الدين وبلغوه للأمة. فإذا طعنوا في الصحابة وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين فقد طعنوا في دين الإسلام، وأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الذين نقلوه لا يحتج بهم، هذا قصدهم. قال والمعادون للصحابة هم ثلاث طوائف: الرافضة والخوارج والناصبة، لكن أخبثهم الرافضة. أما الخوارج فالذي حملهم على هذا هو التشدد والغلو في الدين، ولم يكن قصدهم الطعن في الإسلام، فهم فعلوا هذا عن غلو وتطرف وتشدد، ولم يعملوه طعنا في الدين، بل إن هذا بزعمهم من حبهم للدين وحرصهم عليه.
وأما النواصب فالذي حملهم على سب بعض الصحابة أمر سياسي، لأنهم يريدون بذلك الطعن في خلافة علي رضي الله عنه لأمر سياسي فحسب، وأنه لا يستحق الإمامة، ولم يكن قصدهم الطعن في الدين، وهم بهذا ليسوا بمعذورين. حتى الذي كان قصده قصد سياسي أو قصده، فهذا من حمية الجاهلية ومن الباطل، ولا يجوز لهم هذا التصرف البتة. أما الروافض قبحهم الله فقصدهم الطعن في الدين، لأنهم إذا ذموا الصحابة وطعنوا فيهم لم يبقى بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة، والدين ما جاءنا إلا عن الصحابة، وهم في نظر الرافضة لا يحتج بقولهم، فإذا هذا طعن في الدين، وهذا قصدهم. وتكلم عن قصدهم لأنه ظهر منهم هذا، لأن الرافضة هم من المتأثرين بعبد الله بن سبأ اليهودي، وعرف يعني قصد عبد الله بن سبأ اليهودي، ثم هم من ذلك التاريخ إلى هذا اليوم ما يكون بين المسلمين وأعدائهم شيء إلا وهم في صف الأعداء، لأنهم ينظرون إلى أهل السنة نظرة قبيحة جدا، فهم لا شك أنهم يعني يحرفون الدين، ولهم يعني شذوذات سيئة جدا. وأشار إلى نقطة هنا، وهو أننا إذا ذكرنا تفاضل الصحابة بعضهم على بعض فليس هذا انتقاص للمفضول، وإنما هو مجرد بيان درجات الصحابة، وإلا فالصحبة بحد ذاتها هي منزلة علية وكبيرة، والصحابي هو الذي قابل الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم مات على الإيمان، يعني من قابل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم آمن به ومات على الإيمان فهذا هو الصحابي، وهم كثيرون يزيدون على 100,000، لأن الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذكر ابن كثير وغيره أنهم يزيدون على 100,000، خلق كثير، ولم يحج جميع الصحابة، فبعضهم في ذلك الوقت لم يحج. قال: وفي فضل الخلفاء الراشدين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالذي سماهم الخلفاء الراشدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتمسك بسنتهم، لأنهم يسيرون على سنته ويثبتونها وينشرونها بما أعطاهم الله من العلم والسلطة والولاية. وأفضل الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر، وهذا بإجماع المسلمين، واختلفوا في علي وعثمان رضي الله عنهما أيهما أفضل، فقوم فضلوا عثمان، وقوم فضلوا علي، وقوم توقفوا في التفضيل. أما في الخلافة فالأمة مجمعة على أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو ترتيب الخلافة بالإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. فيوجد فرق بين مسألة التفضيل ومسألة الخلافة. ففي مسألة التفضيل أجمع المسلمون على أن الأفضل أبو بكر ثم عمر، واختلفوا في علي وعثمان، وهذا لا يخرجهم من السنة، يعني الذين اختلفوا في هذا لا يخرجهم من السنة وليست من البدع. لكن الصحيح أن عثمان أفضل. قال: ويذكر الخلاف، ولا شك أن الأصح أن عثمان رضي الله عنه أفضل، والناظم مشى على هذا القول، يعني الناظم ناظم العقيدة مشى على أن عثمان هو الأفضل، والدليل على ذلك شهادة أصحاب الشورى، بدليل أن أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله عنه وحصر الخلافة فيهم وهم الستة الباقين من العشرة، هؤلاء كلهم قدموا عثمان
فهذا شهادة منهم أن عثمان أفضل. وقال: مسألة التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما أمرها سهل، وهو ليس يعني ما دام أنه القول الراجح والأصح وقول أكثر الصحابة فهو ما ينبغي حقيقة، لكنه لا يبدع فيه كمن يبدع في إنكار الخلافة، لكن الطعن في الخلافة ضلال، لأن الرافضة يقولون الخليفة بعد رسول الله هو علي وهو الوصي، وأن الصحابة ظلموه واغتصبوا الخلافة ويلعنون أبا بكر وعمر ويسمونهما صنمي قريش، وهذا لا شك أنه ضلال وكفر ومخالفة للإجماع. هذا كلام الشيخ، يقول هذا ضلال وكفر ومخالفة للإجماع، فالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ثم استرسل في فضائل أبي بكر، وذكر بعدها فضائل عمر رضي الله عنه، وذكر كما هو عندكم في الكتاب، ولبعض الصحابة يعني فضائل بنوع آخر، يعني مثل علي رضي الله عنه تحقق له أنه هو الذي أكرمه الله بقتل الخوارج لما اكتشف ذي السدي المخدج الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من الطائفة المارقة، وكان الذي قتلهم هو علي رضي الله عنه. وأيضا لما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهذا في غزوة تبوك، فهذه أيضا فضيلة لعلي رضي الله عنه لأنه قال بمنزلة هارون من موسى، وإلا فإن الرسول لا يخرج من المدينة إلا ويجعل عليها من يخلفه فيها، لكن الفضيلة في لقوله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وأيضا في غزوة خيبر أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية رجلا غدا يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله، وأعطاها لعلي رضي الله عنه. ثم ذكر فضل بقية العشرة وهم جميعا من قريش، العشرة المبشرون بالجنة هم جميعهم من قريش، ولهذا لما قال عمر: لا أرى أن الخلافة تصلح إلا في البقية من البقية من العشرة، لأنهم كلهم أهل للخلافة والعشرة المبشرون بالجنة. ثم أثنى بعد ذلك على سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبناء خديجة الذين توفوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما السبطان فهم الحسن والحسين أبناء فاطمة، وهؤلاء مشهود لهم بالجنة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وقال عن الحسن: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمة. ثم ذكر فضل فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لها منزلة كبيرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فضل عائشة أم المؤمنين، لأن وكل أمهات المؤمنين هن نساء، هن أمهات كل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، وهذا فضل كبير. ومزية ذكره لعائشة لسببين: أولا أن الروافض يطعنون في عائشة، يعني يكثرون الطعن في عائشة، هذا ناحية. الناحية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر. قيل: ومن النساء؟ قال: عائشة. فلذلك نص على فضلها، ونص على فضل معاوية،
وسماه خال المؤمنين، وليس معاوية أفضل من بقية الصحابة الذين ما ذكر اسمهم، لكنه ذكر اسم معاوية لسبب، لأن معاوية يطعن فيه كثير من أعداء الصحابة وتكلم فيه، فهو يبين فضله، وهو أنه مهما نقل عنه من شيء من الخطأ في ولاية العهد ليزيد أو غير ذلك، فإن هذا اجتهاد مغمور في فضل صحبته، ولأنه كان كاتب الوحي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وسماه خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك سماه خال المؤمنين. ولا يحل لأحد أن يطعن في معاوية لمجرد اجتهاده، فإن الصحابة جميعا من المعلوم أنهم ليسوا بمعصومين من الوقوع في الزلل أو الوقوع في الخطأ، لكن لهم بحر من الحسنات ولهم صحبة، فلا بد أن يحفظ جانبهم ولا تجعل تصرفاتهم مجالا للطعن فيهم، فإن بعض الذين في الأزمنة المتأخرة، بعض الذين فتنوا بالديمقراطية وغيرها، يعني يتكلمون على معاوية رضي الله عنه كلاما شديدا، وهذا لا يليق البتة، يعني حتى وإن نقلوا عن بعض الصحابة أنه أنكر عليه، لكن الإنكار عليه شيء والطعن شيء، فإن الصحابة إذا رأوا من بعضهم شيء يخالف الأولى أو خطأ فإنهم ينكرون، لا حرج في ذلك، فإنهم ينكرون عليه، لكن اتخاذ ذلك وسيلة للطعن والانتقاص في الصحابة فهذا هو الذي لا يحل البتة. وذكر فضل الأنصار والمهاجرين فقد تقدم، وذكر فضل التابعين لأنهم من القرون الثلاثة المفضلة. ثم ننتقل إلى موضوع مهم، وهو موضوع الإيمان بالقدر. اقرأ الأبيات التي بالقدر. وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حمير السيل إذ جاء يطفح. طيب، هذا الفصل خصصه الناظم لموضوع الإيمان بالقدر، وهذا الموضوع من أهم موضوعات الكتاب، وذكره لأنه حصل فيه خلاف كبير، وهو ركن من أركان الإيمان، فهو الركن السادس من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهو قدمه هنا على الناظم، قدمه على الكلام عن اليوم الآخر، فيعني أن يبدو أنه ملتزم الترتيب الذي جاء في حديث جبريل، وإنما يعني لأنه من أصول العقائد، وكذلك الإيمان باليوم الآخر من أصول العقائد، فقدم الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بعلم الله وتقديره الأشياء قبل كونها، الإيمان بعلم الله وتقديره الأشياء قبل كونها، وبأفعال الله جل وعلا وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده، فهو أمر عظيم. وفي القرآن الكريم قوله تعالى
وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، أي قدر وقوعه وشاء وجوده وخلقه وقدر صفاته ووقتها أو وقته الذي يقع فيه، كل شيء فهو مقدر من جميع الجهات، من جهة العلم، ومن جهة كتابته في اللوح المحفوظ، ومن جهة مشيئة الله له في وقته، ومن جهة خلقه وإيجاده. وذكر الشيخ هنا قال: والبحث في القضاء والقدر يتضمن أمورا كثيرة. أولا معنى القضاء والقدر. قال: القدر هو تقدير الله جل وعلا للأشياء وإرادته لها وإيجادها في وقتها، هذا معنى القدر. وكذلك معنى القضاء. وغالبا يأتي التعبير بالقضاء والقدر ولا فرق بينهما، إلا أن القضاء أعم من القدر، لأن القضاء يأتي بمعنى القدر، بمعنى أن الله قدر الأشياء وقضاها، ويأتي بمعنى الفصل بين الناس والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالقضاء أعم من القدر، فبينهما عموم وخصوص. قال: ثانيا حكم الإمام بالقضاء والقدر. قال: وهذا واجب وفرض على المؤمن، لأنه ركن من أركان الإيمان الستة، ولأنه إيمان بقدرة الله جل وعلا. ولهذا قالوا: القدر قدرة الله، فمن جحده فقد جحد قدرة الله عز وجل. وفي بعض العبارات: القدر سر الله في خلقه، وهذا جاء في أثر أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة وأبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكلموا بشيء من القدر فإنه سر الله فلا تفشوا سر الله. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: القدر سر الله فلا تفشه. والبحث في القضاء والقدر لا يجوز أن يتعدى فيه ما جاء في النصوص من الكتاب والسنة، والتعمق فيه يفضي إلى الضلال والحيرة، لأنه سر الله في خلقه، فأنت حين تتعمق وتبحث فيه لن تصل إلى نتيجة، لأنك تبحث عن شيء أسره الله جل وعلا عن خلقه، وحسبك أن تؤمن به، فما تعمق فيه أحد ووصل إلى نتيجة، بل وصل إلى الحيرة والاضطراب. ولذلك حسبك أن تتمشى مع النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر والإيمان به، ويكفيك هذا، لأنه التعمق فيه غير مناسب، لأن فيه جوانب لا تصل إلى ذلك. ولهذا جاء في الحديث: إذا ذكر القدر فأمسكوا. والمراد يعني حكمة التكليف، لماذا أغنى هذا وأفقر هذا وأصح هذا وأمرض هذا، فهذا سر حكمة الله عز وجل بالتكليف، فلا تتعمق أكثر من ذلك. وذكر مراتب القضاء والقدر الأربعة. المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. ومعنى الأزلي، علم الله الأزلي، يعني الذي لا بداية له، فإن علم الله لا بداية له، كما أن الله عز وجل لا بداية له، فإن علمه من صفاته. نعم. فما من شيء إلا ويعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون. قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض،
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فهو يعلم ما يكون بين الناس من الكلام والنجوى فيما بينهم، وهو سبحانه يعلم ما يسرون وما يعلنون، والله عليم بذات الصدور، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله شامل لما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كله داخل في علم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل شيء، بالماضي والحاضر والمستقبل. المرتبة الثانية بعد مرتبة العلم هي مرتبة الكتابة، وهي أن تؤمن وتعتقد أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، واللوح المحفوظ لوح مخلوق لا يعلم كيفيته وسعته إلا الله جل وعلا، فهو عنده جل وعلا، نؤمن به ونؤمن بالكتابة. وفي الحديث: أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فمعنى ذلك أن العرش متقدم على القلم، لأنه قال: وعرشه على الماء. ونقل هنا كلام لابن القيم رحمه الله في موضوع القلم والعرش، أي أيهم أولى، أيهم خلق أول، القلم أم العرش؟ فقال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش من قبل، والحق أن العرش من قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، لأنه قال: وعرشه على الماء. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني. إيش يقصد تعقبت إيجاده؟ يعني جاءت بعد خلقه، يعني ما هو خلق القلم ثم بعد فترة قال له اكتب، لأنه قال: أول ما خلق الله القلم، فليس فيه فصل بين خلقه والكتابة. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالكتابة مقارنة لوجود القلم حينما خلقه الله تعالى فقال له اكتب. وأما من حيث الوجود فالعرش أسبق، قال الشيخ صالح: وهذا هو القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. قدرها قبل الكتابة ثم كتبها، فالكتابة مقارنة لوجود القلم، ووجود القلم متأخر عن وجود العرش، والعرش أسبق. ثم أشار الشيخ إلى أن فيه كتابات أخرى لكنها كتبت في العرش فيما يتعلق بالأجنة، قال: فإن الله يكتب الرزق والأجل والشقاوة والسعادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذه الكتابة تفصيل للكتابة السابقة، وهي مأخوذة من الكتابة السابقة التي في اللوح المحفوظ.
وجاء أيضا في ليلة القدر أن الله يقدر ما يجري في السنة من حياة أو موت أو جدب أو خصب أو رخص أو رخص الأسعار أو غلاء الأسعار أو الحروب وغير ذلك، هذا كله في ليلة القدر، ولذلك سميت بليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يجري في السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهي أيضا هذه الكتابة مأخوذة من اللوح المحفوظ، فلا تنافي ولا تعارض بين هذه الأحاديث. قال: ويدل على هاتين الدرجتين أو المرتبتين، مرتبة العلم والكتابة، قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومعنى نبرأها يعني نوجدها ونخلقها، فدل على أن كل ما يجري من المصائب أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة، كل شيء يقع فهو بمشيئة الله وإرادته، فلا يكون في ملكه سبحانه وتعالى ما لا يشاءه ولا يريده، كما في قوله تعالى فعال لما يريد، وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فكل شيء يحدث قد شاءه الله وأراده وأوجده بعدما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق والإيجاد، قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهذه أربع مراتب لا بد من الإيمان بها: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، مرتبة المشيئة والإرادة عند وقوع الشيء، مرتبة خلق الشيء وإيجاده. قال الشيخ: هذه مراتب القضاء والقدر، من جحد واحدة منها لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. ثم ذكر الفرق التي تخالف في القضاء والقدر، فقال: خالف في القضاء والقدر طائفتان متناقضتان، القدرية والجبرية. فالقدرية هم الذين ينفون القدر، سموا القدرية، وأول من قال ذلك عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، واعتزل مجلس الحسن البصري. فالقدرية الذين نفوا القدر هم المعتزلة، وقالوا: إن العبد يخلق فعل نفسه، وإن الأمر أنف، يعني مستحدث ومستأنف، لم يقدره الله عز وجل، فأفعال العباد هم الذين يوجدونها استقلالا ليس لله فيها إرادة ولا مشيئة، ولذلك سموا بالقدرية. ومعنى هذا أن العبد يخلق فعل نفسه فيكون أثبت خالقين مع الله أو خالقين مع الله، والله هو الخالق جل وعلا وما سواه فهو مخلوق. وهم يقولون: الله معه من يخلق، وهم العباد يخلقون أفعالهم. وهؤلاء هم الذين رد عليهم البخاري بكتابه خلق أفعال العباد، قال: وهذا شرك في الربوبية، ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. وهذا الحديث الذي فيه تسميتهم بمجوس هذه الأمة رواه أبو داود واللالكائي والبيهقي. ثم قابلتهم فرقة أخرى وهي الجبرية، وهم أتباع الجهم بن صفوان، فقالوا: العبد ليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو مجبور على ما يحصل منه بدون اختياره، فهو كالآلة بيد من يحركها،
وكالريشة في الهواء، وهو كالميت بين يدي الغاسل وكالجنازة على النعش. فالعبد مجبور على أفعاله وتصرفاته، إنما هو آلة تحرك. فالجبرية غلوا في إثبات إرادة الله ومشيئته، ونفوا مشيئة العبد وإرادته، والمعتزل على النقيض غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته، ونفوا مشيئة الله عز وجل. فكل من الطائفتين غلا في شيء. قال: وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا: كل شيء فهو بقضاء الله وقدره. ومعنى أهل السنة والجماعة توسطوا يعني ما هو المحرك لهم أنهم رأوا هؤلاء فجاءوا في الوسط، لا، لأنهم مشوا على النصوص. المتوسطة هي النصوص، هي التي تحركهم وتجعلهم يؤمنون. لأن بعض الناس يفهم أنه التوسط أنه ينظر إلى قولين فيأتي في الوسط ويظن أن هذا هو الوسطية، هذا ليس الوسطية. الوسطية إذا التزمت بالنصوص، ومعنى الوسطية هي أعدل الأقوال، وليست في مسافة بين، لا، هي أعدل الأقوال. أعدل الأقوال هي الوسط، وهي الوسطية. نعم. وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا: كل شيء فهو بقضاء الله وقدره، ومنها أفعال العباد فهي مخلوقة لله، وهي فعل العبد باختياره ومشيئته، لأن العبد له مشيئة وله اختيار، ولكنه لا يستقل عن الله تعالى كما تقوله القدرية، وليس مجبرا كما تقوله الجبرية، بل هو يفعل الأشياء باختياره ومحض إرادته، ولذلك يثاب على فعل الخير ويعاقب على فعل الشر، لأنه فعل بإرادته ومشيئته. ولو كان مجبرا فإنه لا يعاقب، كيف يعاقب على شيء ليس له فيه اختيار ولا مشيئة أو إرادة؟ ولذلك فإن الله عز وجل لا يؤاخذ المجنون الذي ليست له إرادة، ولا يؤاخذ المكره الذي ليس له اختيار، ولا يؤاخذ النائم الذي ليس عنده فكر وعقل. رفع القلم عن 3: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، لأن هؤلاء ليست لهم إرادة أو مشيئة، فلا يؤاخذون على ما فعلوا وقت غياب عقولهم وإرادتهم. أما من كانت عنده إرادة وعنده مشيئة واختيار فإنه يثاب على فعل الطاعات ويعاقب على فعل المعاصي، لأنه فعلها باختياره وإرادته. والله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة، وعملوا فأسند العمل إليهم، إن الذين كفروا فأسند الكفر إليهم، لأنه من فعلهم وبإرادتهم. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، فأسند المعصية إليهم لأنها من فعلهم. فهي من ناحية الفعل أفعال العباد، ومن ناحية القدر، من ناحية القدر مقدرة من الله جل وعلا، فهي قدر الله وهي فعل العبد جمعا بين النصوص. وهذا يدل عليه قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت لهم مشيئة، وبين أنهم لا يخرجون عن قدر الله عز وجل. لمن شاء منكم، هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، فدل على أن العبد يستقيم بمشيئته. وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا رد على القدرية الذين يقولون إن مشيئة العبد مستقلة والعبد يفعل استقلالا، فالآية رد على الطائفتين. وفي الآية إثبات مذهب أهل السنة والجماعة أن الطاعات والمعاصي هي فعل العبد، وهي قضاء الله وقدره، قدرها عليهم وفعلوها باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم. وقال: والجبرية لا يطبقون هذا الكلام الذي قالوه في كل الأشياء، فلو أن أحدا اعتدى عليهم، ضربهم أو قتل أحد منهم، أليس يطالبون بالانتقام والقصاص
كيف يطالبونهم وهم يقولون إنه مجبر وليس له اختيار؟ هذا من باب التناقض. أيضا هم يطلبون الرزق ويتزوجون، فإذا كانوا مجبرين كما يقولون لماذا يفعلون هذه الأفعال ويطلبون إيجاد الأشياء المعدومة؟ فهم لا يطبقون هذا المذهب الخبيث في واقع الحياة، ولذلك يطالبون بالانتقام والقصاص ويتزوجون ويطلبون الرزق. ولهذا قال بعض العلماء: إذا رأيت الجبري يقرر مذهبه فاضربه كف على وجهه، بس كف، فإنه يغضب عليك. طيب قل ليه؟ هو يقول المخلوق مجبر وهذا فعل الله، طيب ليش تلومني؟ أنت تقول أنت كالريشة في الهواء، تلومني على أي شيء؟ لأن الفطرة تغلبه، الفطرة تغلبه فلا يرضى بهذا الاعتذار ويلومك، وهو يقرر خلاف ذلك في باب الاعتقاد. ثم قال الشيخ: ولا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، فأنت تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تعطل الأسباب، بل تطلب الرزق وتتزوج وتطلب التجارة وتسعى في الأرض، تطلب من فضل الله، لا تقول أعتمد على القضاء والقدر، فإن كان شيء مقدر فسوف يأتي، وإن لم يكن مقدر لي فلن يأتيني. ولهذا جاء في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطيور لم تقعد في أوكارها، فطرتها تقتضي أنها تتحرك وتذهب لتطلب الرزق، تغدو خماصا في الصباح وتروح في المساء بطانا. فلا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، لكن الأسباب لا تستقل بإيجاد النتيجة. يعني قد تبذل السبب، تتزوج ولا يأتي لك مولود، تسعى ولا تجد لك رزق، لأن الأسباب في النهاية هي بقضاء الله وقدره، فأنت تفعل الأسباب اتباعا لأمر الله، لكن لا يعني تظن أنها هي الوحيدة النافعة لك، فإنها قد تعطل بسبب القضاء والقدر وقد لا تستفيد منها، لكنك لا بد من فعلها امتثالا للأمر. نعم. ذكر الشيخ هنا موضوع مهم جدا، وهو فوائد الإيمان بالقضاء والقدر. يعني الذي يؤمن بالقضاء والقدر فإن هذا يستفيد منه في الدنيا والآخرة، فذكر من فوائده وهي أعظمها استكمال أركان الإيمان، فمن جحد القضاء والقدر فإنه لم يستكمل أركان الإيمان التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. الفائدة الثانية: أن العبد يمضي ولا يستسلم للأوهام والخوف، وإنما يمضي ويقول: ما قدر الله فإنه سيكون، جلست أو لم أجلس. ولهذا حكى الله عن حال المنافقين يوم أحد فقال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فليس الجلوس في البيوت يمنع من الموت، وليس الخروج للجهاد يوقع الموت أو يجلب الموت إذا لم يقدره الله عز وجل، فهو سبب، يعني الجهاد سبب للموت، لكنه إذا لم يقدره الله عز وجل فلا أثر ولا نتيجة له. وخذوا عبرة بقصة خالد بن الوليد، فإنه خاض عشرات المعارك وذكر أنه ما في جسده موضع شبر إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة من رمح، ومع هذا ما مات على فراشه، لم يموت في القتال.
وبعض من الناس يخرج للمرة الأولى ويصادفه سهم فيموت، فهذه أسباب لكنها ليست لازمة ولا حتمية. فالإيمان بالقضاء والقدر يبعث على الشجاعة والإقدام والتوكل على الله سبحانه وتعالى. أما القعود فلا يغني شيئا، قال تعالى: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالقضاء لا بد أن ينفذ ولا بد أن يجري، ولا فائدة في قعود الإنسان وتخلفه عن فعل الأسباب النافعة ويكف عن الأسباب السيئة، فهذا يبعث في الإنسان القوة والشجاعة، يعني الإيمان بالقضاء والقدر، وينفي عنه الشكوك والأوهام والتشاؤم الذي يصاب به كثير من الناس، وينفي عنه الوساوس. ولهذا كان أهل الإيمان لا يتأخرون عن طلب ما فيه خير وما فيه فائدة، لأنهم يؤمنون بالقضاء والقدر، ولا يقولون نخاف من الموت والقتل، إذا كان الموت مقدرا لك سيأتيك ولو لم تذهب إليه، وإن كان لم يقدر فلن يأتيك ولو كنت في أشد الخطر. وهذا يفسر لنا شجاعة الصحابة النادرة في المعارك، لأنهم عندهم اليقين الجازم بهذا بالقضاء والقدر، ولذلك لا يترددون خشية الموت. إذا اكتملت الأسباب، أسباب الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنهم لا يتأخرون خشية الموت. الفائدة الثالثة للإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان إذا أصابته المصيبة لا يجزع، لأنه يؤمن أن هذا بقضاء الله وقدره، فهذا يسهل ملاقاة المصائب، فلا يجزع الإنسان ولا يلطم الخد ولا يشق الجيب ولا يدعو بدعوى الجاهلية، وإنما يصبر ويحتسب، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هو ناقش مسألة هنا، قال: هل الذين ينفون القضاء والقدر يحكم عليهم بالكفر؟ فقال العلماء: فصلوا في ذلك، فقالوا: من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم، وقال: إن الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها وإنما يعلمها إذا وجدت فحسب، من قال بهذا كفر، لأنه نفى علم الله جل وعلا. قال: لكن يقولون إن الذين يقولون بنفي العلم انقرضوا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، يعني ما بقي أحد من المعتزلة ينكر علم الله عز وجل البتة. أما بقية المعتزلة فيثبتون علم الله جل وعلا الأزلي، ولكن ينفون القدر، فهم أهل ضلال ولا يصلون إلى حد الكفر، لأنهم أثبتوا علم الله جل وعلا وأثبتوا الكتاب في اللوح المحفوظ، وإنما نفوا المشيئة والإرادة وغلوا في أفعال العباد وقالوا إنها تقع بغير إرادة الله ومشيئته. فهم الذي لا يكفرهم يدروا عنهم الكفر بالتأويل الذي انقدح في أذهانهم من الشبه التي تسلط عليهم بها الشيطان. فيه مسألة أخرى، يعني هي لا يضركم إن لم تذكر، لكن قد تشوش على بعض الناس، فأحسن نسمع كلام الشيخ فيها. قال: وهذه مسألة الاحتجاج بالقدر، وذلك أن موسى عليه السلام لما لقي أبا البشرية آدم عليه السلام لامه وقال له: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لأنه سبب خروج آدم من الجنة هو
أكله من الشجرة، فقال: أنت موسى كليم الله، بكم وجدت هذا مكتوبا علي في اللوح المحفوظ؟ فقال موسى: ما معناه؟ إن الله قد كتب ذلك عليك في اللوح المحفوظ. فالجبرية أخذوا هذا وقالوا: هذا دليل للجبرية أن آدم حج موسى بأن ما حصل كان مكتوب في اللوح المحفوظ. ولكنهم لم يفهموا الحديث، فموسى لم يلم آدم على القضاء والقدر، وإنما لامه على إخراجهم من الجنة، فقال: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فاحتج عليه آدم بالقضاء والقدر. وهذا ليس لأحد إذا زنى أو سرق يقول هذا قضاء وقدر، هذا لا تقبل هذه الحجة. ولهذا ذكر أنه رجل جاء إلى عمر فقال: لما سرقت؟ قال: قضاء وقدر. قال: ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدر. لكن الكلام على اللوم على المصيبة، إذا حصلت المصيبة فاللوم عليها، أما إقامة الحدود عليها والمعاقبة ونحو ذلك فهذا ثابت، لكن اللوم عليها هو الذي، ولهذا يقال يحتج به في المصائب وليس المعايب، يعني لا يقع في ما يعاب ويحتج بالقضاء والقدر، أما في المصيبة فإنك تستسلم بعد أن تقع المصيبة. وهذا يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالمراد أنه بعد وقوع المصيبة ليس أمامك إلا الاستسلام، أما الوقوع في العيب فإن فيه طرق، أمامك التوبة، أمامك الحدود أو التعزيرات أو نحو ذلك. فهو ذكر الشيخ هذا هنا لئلا يعني يفهم إنسان غلط حديث ما دار بين آدم وموسى عليهما السلام. بقيت عبارة قول الناظم: والدين أفيح. والدين أفيح، هل يجوز أن يطلق أفيح على الدين؟ إذا نظرت إلى المعنى اللغوي، الأفيح هو المكان الواسع، فالدين واسع بمعنى أنه مراتب، الدين ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام بأركانه الخمسة، مرتبة الإيمان بأركانه الستة، مرتبة الإحسان وهو ركن واحد. فأفيح يعني واسع. وبهذا يعني ننتهي من موضوع باب القدر، القضاء والقدر، ويكون الحديث عن الإيمان باليوم الآخر غدا بإذن الله عز وجل. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.